الراديو 90 90 هواها مصري. مساء الخير ومساء الصحة والسعادة وراحة البال والرضا والمناسبات، المناسبات اللي تستدعي ان احنا نشتري بعض الهدايا. كان دايما زي ما زمان الام تقول انا بحب الراجل اللي يخبط باب الشقة برجله عشان شايل الهدايا بايدي الاتنين زمان. هو كان يتفنن المقبل على الزواج انه يشتري هدايا وهو رايح للعروسة، سواء بقى في العيد او في مولد النبي او في المناسبات، يعني كل ما كان مدة الخطوبة طويلة كان هو يعني ملزم بانه هو يجيب هدايا. ده بعد الجواز ما بيفتكرش بقى. تعرف النهاردة ايه؟ يقول لها النهاردة الاثنين. تقول له لا، ما انتش عارف يعني النهاردة ايه؟ اي حبيبتي النهارده الاثنين. لا خلاص بقى، خلاص معلش بقى. ما انا خلاص، كان زمان بتجيب لي هدايا ومش عارفه ايه. ايه يا ستي، النهارده عيد جوازنا. والله طيب، كل سنه وانت طيب يا حبيبتي. بس كده مفيش هديه يعني؟ حاضر هجيب لك هديه. ولكن الكلمه الحلوه بتجوب الهديه على فكره، والهديه ما هياش بارتفاع تمنها. الهدية اللي تحس انه اللي بيقدمها حاسس بانك انت بتحب ايه ومحتاج ايه وايه اللي ممكن يسعدك، فبيشيلك الحاجة دي مش باهظة التمن ولكن معمولة بحب، زي الست اللي تطبخ لجوزها بحب، بيقول لها اكل ايديك ده مفيش حاجة زيه في الدنيا، اكل امي مثلا مفيش زيه في الدنيا، كان بحب. ساعات واحد يعني يبقى مثلا اضطرت الظروف ان هو يبقى مغترب وبيشتغل في بلد تانية ونازل اجازة ومضطر يجيب للعيلة هدايا، قبل حد حتة قماش بنطلون، وقبل حد قميص، او قبل حد تاني بيلوفر، او قبل حد تاني كرافتة. المهم انه حرم نفسه من حاجات كتيرة قوي عشان يجيب لكم الهدايا دي. ينزل مصر يبتدي يوزع الهدايا. حبيبي انا جبت لك حته قماش حلو قوي، والله شايف انها تليق بيك انت عشان تعملها بنطلون. خبر، انا كان عندي حته زيها زمان. لا ده انا شحتها. ايه ده الراجل ده تعب عشان يجيب لك الهديه دي. قول له متشكر، قول له متشكر وخدها واظهر انك انت سعيد، كتر الف خيرك انك انت فكرت فيا وانت جاي، انا مش عارفه اقول لك ايه. وخدها، ويمكن ما تلبسهاش لكن خدها واشكره وحسسه بالسعاده. لكن تقول له، تكسر خاطره على طول وتقول له كان عندي حته زيها وشحتها. ايه ده، ايه الجبروت ده، مش حلو ابدا ابدا ابدا. الهديه دي رساله حب، انا بفتكرك، ويقول لك يعني انك تفتكرني ده مهم قوي قوي بحاجات بسيطه. يعني انا كان زمان قوي 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 كانت جدتي تقول لي ان كان على الترامواي بتاع زمان ده كان في ناس بتبيع ثلاث وردات كده، اظن كان بتعريفه او بشساخ. فالراجل هو راجع بيته كان بيشتري صحبه الورد ام ثلاث تعريفه دي ويرجع بيها يديها لمراته. احساس حلو قوي قوي انه فكر فيها وهو بره. ساعات كانت هي في البيت ممكن تبعت الشغاله تجيب لها الخضار وتجيب لها البطيخه وتجيب لها العيش وكله، ولكن كان قبل ما يجي يكلمها على الارض يقول لها اخباركم ايه، كله كويس، ناقصكم ايه. فتقول له يا ريت وانت لو في سكتك يعني تجيب لنا معاك بطيخه من هنا. يا حاضر، هنا الاسلوب الكلام مع بعض يخليه يجيب الحاجه وهو سعيد. من فضلك لو في سكتك هات لنا معاك بطيخه، هديه بسيطه جدا جدا، ولكن الاسلوب التلقي واسلوب العطاء هو اللي بيفرق في الهديه. اسلوب انك انت تقبل الهديه ازاي وانك انت تعبر عن سعادتك ازاي، فده مهم جدا جدا. كبرت الهديه بقت خاتم الماس
أو بقت مجرد وردتين بتتساوى بروح الحب اللي موجودة فيها. نطلع فاصل ونحاول نسعد بعض، ولو مش هقول يعني ألماس، لا مفيش داعي الألماس، أي حاجة، المهم نحاول. ورجعنا تاني في عادتنا الحلوة دي، بنتكلم عن الهدايا برضو، لكن بعض الأحيان الهدايا تاخد شكل تاني خالص. يعني أنا اتعودت أصحى من النوم أفتح الحنفية ألاقي مية، اتعودت أدوس على زرار النور ألاقي نور كهرباء. بعض الأحيان تتقطع المية، إيه المية اتقطعت؟ ايه ده المتاع المصلحه ترجعها امتى؟ ولا مش عارفه شركه المياه لازم اكلمهم واقول لهم ازاي وتقطعوا الميه ازاي. في واحد تاني عمره ما شاف حنفيه نازل منها ميه، فيش عندوش ميه ولا عنده زرار يدوس عليه ينور له بيته، ولا عنده سقف، سقفه نخل جذوع نخل، يعني ما بتمطر بيتنقع في المية وهو نايم. ناس كتيرة كده، واحنا ربنا أغلق علينا النعم، مش حاسين بالآخرين. خلينا نحاول إن احنا نرد لهم شيء من اللي عندنا. الهدايا اللي هنا هدايا بقى مفيدة أوي أوي أوي. بعض الجمعيات بتروح لها وبتقول لها أنا هدفع مبلغ كذا، شد السقف يتكلف قد إيه، توصيل المية يتكلف قد إيه، توصيل الكهرباء يكلف قد ايه لبيت او اتنين او تلاته. شيء عظيم جدا، هديه، هديه جميله قوي قوي قوي، لان الست كانت بتمشي 2 كيلو على رجليها عشان تبنى بالطرمبه العامه في القرى وتيجي على بيتها، او بالليل تقول لاخواتها لاولادها ناموا جنب بعض يا اولاد جسمكم يدفي بعضه، مفيش غطا مفيش سقف. احلى هديه واصله وأحلى هدية نتعامل فيها مع ربنا سبحانه وتعالى هو ده، إنك أنت تدفي البردان، إنك أنت تسقي العطشان، إنك أنت تأكل الجعان، إنك أنت ما تخلوش يلتحف الأرض، لا يفترش الأرض ويلتحف بالسماء، لا مهد له إن يبقى له سقف يدفيه وباب يتقفل عليه. هي دي أغلى هدية تعملها له، ياريت نعملها وياريت نحاول. وكل واحد على قدره، على فكرة مش ضروري تدفع بالألاف أبدا، قرش على قرش بيساوي حاجة كبيرة قوي. نحاول.